الثالثة صباحا منتصف الليل بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية للقمة 22 لقادة تجمع الكوميسا بالعاصمة الزامبيا لوساكا. وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسي كلا من رئيس كينيا ورئيس جمهورية مالاوي، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها مالاوي، مشيدا في هذا الصدد بدور مالاوي الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي. كما أشاد الرئيس السيسي بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولت رئاسة الكوميسا في فترة شديدة الدقة، ووضعت نصب أعينها تحقيق التكامل الاقتصادي والرفاهية لشعوب القارة. وخلال كلمته أمام قمة الكوميسا، أشار الرئيس السيسي إلى الكثير من التحديات التي تستدعي توظيف تكامل دول القارة لمواجهتها. وأكد الرئيس السيسي أن مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، موضحا أن التجارة البينية لدول الكوميسا بلغت 13 مليار دولار في 2022، موضحا أنها النسبة الأعلى منذ إنشاء التجمع. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر قدمت نحو 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الشقيقة في إفريقيا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مصر قدمت مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي. وخلال كلمته أمام قمة قادة الكوميسا، نوه الرئيس السيسي بحجم وعمق التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية، مؤكدا أن هذا يفرض الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب دول القارة في الحياة وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق، إلى جانب الحفاظ على المؤسسات الوطنية. وفيما يخص الأزمة السودانية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة التكاتف لدعم الشعب السوداني في ظل التطورات التي يشهدها. وأكد الرئيس السيسي أن مصر تتطلع بمسؤوليتها كدولة جوار مباشر، وتبذل كافة المساعي مع الأطراف الفاعلة لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر، مضيفا أن مصر مستمرة في استضافة أبناء دولة السودان. أدانت وزارة الخارجية السودانية اعتداء ميليشيا الدعم السريع على سفارة مملكة البحرين بالخرطوم. وفي بيان لها، دعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة القوات المتمردة لانتهاكاتها المستمرة لكافة الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بحرمة مقار البعثات الدبلوماسية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إطلاق شراكة اقتصادية جديدة مع بريطانيا لمواجهة ما وصفها بطموحات الصين. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في واشنطن، قال بايدن إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت دوما مهمة بفضل قيمها المشتركة. وأضاف أن مباحثاته مع سوناك تناولت سبل تقديم الدعم للشعب الأوكراني لمواجهة روسيا. حض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أعضاء التكتل على تسريع وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا. وخلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء، قال ستولتنبرغ إن العواقب مأساوية لآلاف الأشخاص وعلى البيئة، مضيفا في بيان أن الحلفاء أبدوا تضامنهم القوي مع أوكرانيا. وأوضح الأمين العام للحلف أهمية الدعم الفوري والمتوسط والطويل الأمد أوكرانيا، والتي ستكون محورا رئيسيا للاجتماعات التي ستعقد في الأسبوع المقبل.
إلى هنا قد وصلنا لنهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي ناردين حبيب، أعود فألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.